قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وأما الصحابة فهم جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا يا إخوة، بعض العلماء يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن هذا التعبير فيه شيء من النظر، من جهة أن الصحابي قد يكون أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي عدل عن قولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك إلى قوله من رآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل الصحابة، لكن ليس كل الصحابة قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يشمل الأعمى وغير الأعمى، مؤمنا به هذا يخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، حتى لو آمن بعد ذلك، حتى لو كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم آمن لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه، فإنه لا يسمى صحابيا. يعني لو أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل كافرا، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن، ثم عاد إلى قومه فآمن هناك لكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مؤمنا به، فإنه لا يدخل في حد الصحابة ومات على ذلك، هذا يخرج من ارتد. والقاعدة يا إخوة عند أهل السنة وعند أهل العلم أنه لم يرتد صحابي حقا، وإنما الذين ارتدوا تبين بهذه الردة أنهم كانوا منافقين، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم الذين رضي الله عنهم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم لم يرتد منهم أحد رضوان الله عليهم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.